ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذا مجلس نجلسه في هذا البيت المبارك من بيوت الله تبارك وتعالى، تذاكرا لمكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم العلية، متقربين إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فإن من أعظم القرب ومن أجلها تذاكر هذه المقامات العالية، سادات الأمة وخيار أتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولمثل هذا التذاكر أثره البالغ على النفوس المؤمنة، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. والحديث عن الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية حديث عظيم الشأن، عظيم الأهمية، لما جعل سبحانه وتعالى للصحابة الكرام من منزلة رفيعة وخيرية عظيمة ومكانة عالية شرفهم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مثنية على الصحابة، ذاكرة فضلهم وعظيم مكانتهم ورضا رب العالمين عنهم ورضاهم عنه وسابقتهم وخيريتهم إلى غير ذلك من أوصافهم العظيمة وخصالهم المباركة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا ضممت لهذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، عرفت أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير أمم الأنبياء وأفضلهم، وعرفت أيضا أن أفضل الصحابة
وهما أبو بكر وعمر خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، وهذه تظهر لك جليا من خلال جمعك بين الآية والحديث على أنه قد جاء التصريح بذلك في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فمكانتهما تلي مباشرة مكانة الأنبياء. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنزلة الصديقية هي التي تلي النبوة مباشرة، وأفضل الصديقين في جميع الأمم أبو بكر رضي الله عنه. وكثير من الخلل لدى الناس في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ناشئة من انفصام بينهم وبين هذا الرعيل المبارك، وإلا لو عرف الناس حقا مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وأحسنوا في باب الائتساء والاقتداء لكانوا على خير عظيم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد أحسن كثيرا أخي المقدم الشيخ إبراهيم في إشارته إلى هذا المعنى، وهو أن الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم حديث عن القدوة، وإذا لم يتخذ الصحابة الذين هم في أعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم نهجوا نهج الأنبياء، إن لم يتخذوا قدوة فمن الذي يتخذ قدوة؟ وإذا بلغ المرء مبلغ المعاداة للصحابة فهذا حقيقة الانفصام عن الدين، لأنه ينبغي أن يعلم أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه، لأن هؤلاء رجالاته وحملته ونقلته، والطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا صرح كثير من العلماء أن الولوغ في أعراض الصحابة طعنا ولعنا ووقيعة وشتما إنما هي دسيسة من أعداء الإسلام، الهدف من ورائها إيجاد الانفصام بين الناس وبين دينهم. وحتى تدرك هذا الأمر أكثر وأكثر انظر إلى جميع الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، في كل حديث منها يكون بينك وبين النبي
صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، وإذا لم يوجد الصحابي عد الحديث مرسلا، وهو من أقسام الضعيف، ولا ينظر في الصحابي من حيث العدالة. ولهذا تجد أئمة الجرح والتعديل يتكلمون في رجالات الإسناد واحدا واحدا من حيث الثقة والعدالة والضبط أو الضعف أو غير ذلك، وأما الصحابي فقط يكتفى بأن يقال صحابي فقط، إذا قيل صحابي انتهت القضية، ما يحتاج أن يبحث. أما التابعين ومن دونهم كل واحد منهم يتكلم عليه من حيث العدالة والثقة، وهل هو عدل أو لا، هل هو ضعيف أو لا، وأما الصحابة فقط يقال صحابي. لماذا؟ لأن رب العالمين عدلهم ووثقهم سبحانه في آيات تتلى في القرآن، لا يعمى عنها إلا من في قلبه مرض وفي نفسه عطب. ناهيك عن الأحاديث الكثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان عدالة الصحابة ومكانتهم العلية. بل أذكر لكم أمرا عظيما، ولعل الكثير منكم على علم به، ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ثناء عاطرا عظيما في كتب منزلة قبل القرآن، وقبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا، أثنى جل وعلا عليهم في التوراة ثناء عظيما، وأثنى عليهم في الإنجيل ثناء عظيما من قبل أن يخلقوا ومن قبل أن يوجدوا. واقرأ ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء عليهم في التوراة من قبل أن يوجدوا، وثناء آخر في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما القرآن فما أكثر الآيات ثناء على الصحابة وبيانا لعلو شأنهم وعظيم صدقهم ورضا ربهم جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم الحظ الوافر والنصيب التام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فلهم من هذا الحديث النصيب الأوفر،
رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان الطعن فيهم طعنا في الدين نفسه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن الحديث عن مكانة الصحابة وعدالتهم ومنزلتهم العلية يعد جزءا من الحديث عن الدين نفسه. يعد جزءا من الحديث عن الدين نفسه، لأنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا شكك الناس في مكانة الصحابة ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان ذلك تشكيكا في الدين نفسه، وهذا هو غرض أعداء دين الله، وهذا هو غرض أعداء دين الله سبحانه وتعالى. والمسلم الصادق في إسلامه لا يمكن أن يكون بهذا الصدق في الإسلام إلا مع الصدق في محبة الصحابة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلا يكون صدق في الإيمان بهذا الدين إلا مع صدق في محبة حملته ونقلته رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا وجد طعن في الصحابة كان هذا الطعن أمارة على ضعف صدق المرء في دينه، لأنه لو كان صادقا في دينه لأحب أهل الصدق في الدين وهم الصحابة، وعرف لهم مكانتهم ومنزلتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تحذيرات من النيل في الصحابة والوقيعة فيهم أو سبهم، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن صحابيا تصدق بمد من قمح أو شعير أو نحو ذلك، وتصدق أحد أفراد الأمة بمثل أحد ذهبا وليس شعيرا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فانظر هذه المكانة العالية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التحذير من سب الصحابة، في مقام التحذير من سب الصحابة والنيل منهم. ولا يطعن فيهم إلا من لا خلاق له،
ولهذا من يطعنون في الصحابة لا يعرفون بديانة، تجد الواحد منهم يصبح ولم يتوضأ ولم يصلي صلاة الصبح في جماعة المسلمين، ثم يقول فلان من الصحابة فيه كذا وكذا وفلان من الصحابة فيه كذا وكذا. توضأ وصلي أنت، انفع نفسك، اعبد الله. فترى في أناس لا يعرفون بديانة فيتجرأ تجرؤا عظيما على خير الأمة وسادات المتقين، وهذا من أشد الخذلان وأعظم الحرمان، حيث جمع هؤلاء لأنفسهم بين سوءتين: سوءة عمل العمل، سوءة عدم العمل بالدين، وسوءة الطعن في خيار حملة الدين. فلم يعملوا على صلاح أنفسهم، ولم يسلم خيار الأمة من ألسنتهم، وهذا التناهي في السوء والعياذ بالله. على أن كل سب يكون من هؤلاء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يضر الصحابة بشيء، وقد جاء في الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة إن ناسا يقعون في الصحابة حتى أبا بكر وعمر، فقالت رضي الله عنها: إن الله عز وجل عندما انقطع عنهم العمل، أي بالموت، ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، قطع عنهم العمل فما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. يوضح كلامها رضي الله عنها الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس، وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ دم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فطعن هؤلاء في الصحابة لا يضر الصحابة شيء، بل هو زيادة في أجورهم وحسناتهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان حقا وصدقا جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين أمرين تجاه الصحابة: سلامة القلوب وسلامة الألسن. وتأمل ذلك في آيات كريمات في سورة الحشر، قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأولى ثناء على المهاجرين، والثانية ثناء على الأنصار، ثم أتبع ذلك جل وعلا بذكر حال من بعدهم من أهل الإيمان. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكرهم سبحانه وتعالى بوصفين: سلامة الألسن، فليس في ألسنتهم إلا الثناء والدعاء والاستغفار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسلامة القلوب من الغل والحقد والضغينة: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا كفى بالمرء نبلا وفضلا أن يعرف قدر الصحابة ومكانتهم، وأن يكون سليم الصدر تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يكون أيضا نظيف اللسان لا يذكر الصحابة إلا بالخير، بالثناء وذكر المناقب والفضائل والدعاء والاستغفار، فيكون من أهل هذه الآية الكريمة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا كتابات حافلة ومؤلفات عظيمة نافعة في بيان مناقب الصحابة ومآثرهم ومكانتهم العلية إجمالا وتفصيلا، بل أفردت مصنفات خاصة في فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن قراءة تلك المؤلفات لتزيد المرأة حبا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإدراكا لمكانتهم العلية نصرة لهذا الدين وحماية لحماه وذودا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتضحية بالأنفس والأموال، وبذلا للجهود العظيمة لا يرجون بذلك إلا وجه الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وفازوا بذلك فوزا عظيما. فإدراك هذه المكانة للصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هذا من أمارات الخير والتوفيق للعبد، لأن المرأة عندما يستشعر هذه المكانة والمنزلة للصحابة يزداد حبا لهم، وهذا الحب من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمما يستكمل به الإيمان
وهو من أوثق عراه حب الصحابة رضي الله عنهم ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت يزيد هذه المحبة في القلوب ويمكن لها في النفوس الإدراك لمكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم العلية. وهذا الباب باب الإدراك لمكانة الصحابة باب شريف من العلم، أن تعرف فضلهم وأن تعرف أيضا التفاضل بينهم وأن تعرف أفضلهم وأن تعرف أيضا خيريتهم العظيمة ومكانتهم الرفيعة وسابقتهم، وأن تعرف تبعا لذلك كل الواجب نحوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ذلك كله من جملة ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومما تزداد به إيمانا ويقينا وتزداد به حسن صلة بالله تبارك وتعالى. ولما أدرك أعداء الدين هذا الأثر العظيم للصلة بالصحابة والدراية بمكانة الصحابة جهدوا على إيجاد شيء من البغضة لدى بعض الناس لأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لفصلهم عن دين الله جل وعلا وإبعادهم عن عبادة الله جل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا أجمعين محبة لهؤلاء الصحب الكرام، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يوفقنا لحسن الاقتداء بهم والسير على منهاجهم، وأن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأله جل في علاه الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق والهدى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.